السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله أمكم تمام والأهل كويسين، وإن شاء الله الله يجيبكم الخير دائما بكل أنواعه، ماليا نفسيا اجتماعيا. كنت حابب أكمل الموضوع، وإن حياتنا هي عبارة عن عاجل مهم وعاجل غير مهم، وهذا احنا ما فيه نتحكم فيه كتير، غير عاجل مهم وغير عاجل غير مهم. طبعا هذا التلفزيون او المباريات او الاوقات الفاضية اللي بنضيع وقتنا، هاي لازم احنا نستغل فيها. طبعا المربع هذا المربع مهم اللي فيه عليه نجمة، غير عاجل ومهم، ممكن نعمل شرب مياه، صحبة حلوة، صلة الرحم. الخلاصة انه هذه الحياة كلها لازم تكون، سواء كان عاجل مهم او عاجل غير مهم او غير عاجل او مهم غير مهم، كل هالحياتنا هاي اللي احنا نعيشها لازم تكون موجود فيها كتابة الله 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 في كل مكان، في العاجل مهم، غير مهم عاجل، الله في الغير عاجل مهم، في كل الأوقات. وزي ما قلنا انه احنا هالمربع هذا هو اهم مربع اللي بنطور فيه شخصيتنا، اللي بنحاول نحط الاهداف. طبعا الاهداف ممكن تكون في اهداف كتير نبيلة، انه مثلا ممكن الحصول على دكتوراه او فتح مستشفى او بناء مسجد او تطور مالي اسري، يعني في اهداف نبيلة جدا. بس طبعا كل هالمشاريع هاي قلنا مشاريع دنيوية. اهم مشروع واكبر مشروع واول مشروع واخر مشروع هو الفوز بمحبة الله الابدية. هذا اهم مشروع، اكبر استثمار، رأس ماله النية الحسنة والمحاولة. دائما الواحد يحاول وقت فضاوته يتقرب من ربه، هذا اكبر مشروع، يساعد الناس، يساعد نفسه. هذا إذا كان هذا مهم جدا جدا، هذا مهم والأهم جدا جدا جدا. يلا أعطيكم ألف عافية، وإحنا إن شاء الله مع بعض دنيا وآخرة. الله يحفظكم ويحميكم جميعا.